هرمون الكورتيزول هو هرمون يفرز عن طريق الغدة الكظرية، ووظيفته دفع الجسم إلى التوتر في حالات القلق والغضب. ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب 1- تخزين الدهون بشكل أكبر، خصوصاً منطقة البطن والأرداف. 2- يقلل هرمون الذكورة المسؤول عن تصعيب تخزين الدهون. 3- الكسل والضعف العام. يزيد هرمون الكورتيزول بسبب 1- التوتر والتفكير المتواصل في أمور كثيرة. 2- زيادة تناول السكريات. 3- النوم غير الكافي أقل من 6 ساعات. 4- التدخين. ومحاربة هرمون الكورتيزول تكون بعكس كل ما ذكرناه بالأعلى. منتجات تقلل هرمون الكورتيزول: أنيمال كاتس، أنيمال ستيك، لايبوسكس.